المنتخب الرديف الذي أنهى تجمعه الثاني يعتبر المساند الأساسي للمنتخب الأول في المرحلة المقبلة والمكان الأمثل للمواهب الشابة التي يمكن الاستفادة منها في المنتخبين الأولمبي وكذلك الأول. والتصفية الآسيوية المقبلة ستكون المحطة الرسمية الأولى لهذا المنتخب، فلنتابع. بداية مبكرة لأهداف متعددة يرسمها المنتخب الرديف والذي يحمل مسمى الأولمبي في التوقيت ذاته، وكونه يسير نحو التصفيات الآسيوية لتحت 23 عاما والإبقاء على جاهزية عدد من النجوم للمنتخب الأول. أحمد هايل المدير الفني للمنتخب الرديف قاد التجمع الثاني مواصلا خطة العمل التي بدأها في تجمعه الأول بمحافظته على قوام الأسماء المستدعاة للمنتخب. وخاض المنتخب الرديف خلال معسكره الأخير الذي اختتم يوم أمس ثلاثة لقاءات ودية، خسر في الأولى أمام الحسين بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الثانية أمام الفيصلي بهدف لمثله، قبل أن يخسر في آخر لقاءاته بمواجهة الوحدات بهدفين مقابل هدف. العناصر الشابة في المنتخب الرديف تتمتع بالموهبة والفكر الفني العالي داخل الملعب، حيث كانت معظم الأسماء بارزة في مباريات الموسم الماضي مع أنديتهم في دور المحترفين. تشكيل المنتخب الرديف خطوة بالاتجاه الصحيح، يحتاج إلى الوقت حتى يبدأ ظهور نتاج هذا المنتخب الذي سيظهر بشكل رسمي في تشرين أول المقبل بالتصفيات الآسيوية. والحديث عن معسكر المنتخب الرديف وتفاصيل هذا المنتخب ينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن أحمد هايل المدير الفني للمنتخب. أهلا وسهلا بك كابتن أحمد، يعني نريد منك تقييم للمعسكر الثاني للمنتخب الرديف، خاض ثلاث مباريات ودية، كيف كان الأداء؟ يسعد مساء كابتن مهند ويسعد مساء السادة المشاهدين. كابتن مهند زي ما الكل بيعرف تشكل المنتخب الرديف في شهر واحد السنة الحالية، وهذا التجمع الثاني لنا. التجمع الأول خضنا مباراتين وديات مع الحرس الملكي، والتجمع الثاني هذا كان معسكر ممتد لتقريبا 13 يوم، خضنا فيه ثلاث مباريات ودية مع الفيصلي والوحدات والحسين إربد. للأمانة الثلاث مباريات كانت قوية نسبيا والمستوى كان يلبي الطموحات، وجربنا جميع اللاعبين خلال المباريات، اشتغلنا على الجوانب التكتيكية وعززنا الانسجام بين اللاعبين كون اللاعبين لأول مرة بيلعبوا مع بعض في المنتخب. نعم، هنا خطة إعداد للتصفيات الآسيوية، ماذا سيكون بعد هذا المعسكر الذي اختتم؟ أكيد كابتن مهند، هو منتخب الرديف من المفروض أنه إحنا كنا نتجمع السنة الماضية بشهر 9 وشهر 11، زي ما الكل بيعرف جائحة كورونا منعتنا من التجمع السنة الماضية. خطة الإعداد للمنتخب الرديف هي تتضمن المعسكرات، إقامة المعسكرات أثناء أيام الفيفا دي. أثناء أيام الفيفا دي كان من المفروض تجمعنا أنه نعمل مباريات ودية دولية مع منتخبات، أجرينا اتصالات مع منتخبات، ولكن جائحة كورونا ومنع السفر منعتنا من إقامة المباريات مع المنتخبات. ارتئينا أنه نعمل معسكر داخلي مع أندية. احنا حاليا بالنسبة لخطة الإعداد في نص مرحلة الإعداد، ضايل عندنا تجمعين في شهر 6 وفي شهر 9 قبل الدخول للتصفيات في شهر 10 إن شاء الله. نعم، ربما السؤال الأبرز كابتن أحمد أنه كيف يتم الربط بين المنتخب الرديف والمنتخب الأول بإبقاء لاعبين جاهزين على سوية عالية بين المنتخبين، يعني يكون هناك انتقال بين المنتخبين، بدي تحدثني عن هذه النقطة تحديدا. أكيد كابتن مهند، منتخب الرديف هو المنتخب خلينا نحكي الرافد الأساسي للمنتخب الأول باللاعبين. المنتخب الرديف دائما تحت أنظار الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الكابتن فيتال. الكابتن فيتال في هناك تنسيق مع الجهاز الفني منتخب الرديف والمنتخب الأول من خلال متابعة التمارين والمباريات وتعزيز اللاعبين الموجودين حاليا منتخب الرديف ليكونوا في المستقبل مع المنتخب الاول. زي ما الكل بيعرف في التجمع الماضي كان في 8 لاعبين من منتخب الرديف موجودين مع المنتخب الاول، التجمع الحالي في 3 لاعبين فقط من منتخب الرديف موجودين حاليا مع المنتخب الاول. في اي وقت بحتاج المنتخب الاول لاي لاعب او اي مركز بيكون الجاهزيه عاليه
بأي لاعب موجود إنه يكون يلتحق المنتخب الأول ويمثله أحسن تمثيل إن شاء الله. نعم، سؤال أخير لك كابتن أحمد، ربما في المعسكر الأخير الحالي كان هناك إصابة للاعب أمين الشناني تعرض الكسر، بدنا نطمئن منك على إصابته. الكابتن أمين في أول مباراة لعبنا مع الفيصلي تعرض لكسر الحمد لله شعر في الإيد، ودنا على الدكتور وطمأننا على حالته صحية كويسة، مع تقريبا حوالي لمدة 3 أسابيع راحة ومن ثم رح يرجع إن شاء الله للتمارين. والكابتن أمين بنحب نطمن جمهور الفيصلي عليه وجمهور المنتخب الأردني إنه إن شاء الله راح يكون إن شاء الله جاهز في التجمعات القادمة بإذن الله. ألف سلام عليه وعلى جميع اللاعبين، أتمنى لكم التوفيق كابتن أحمد هايل المدير الفني للمنتخب الرديف ونجم الكرة الأردنية السابق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.